جيت من السعوديه مباشره، تواصلت مع الدكتور وائل وقال لي لازم كشف الاول، وتواصلنا معاه وحدد لي ميعاد العمليه وراجل طمني يعني. منورنا والله يا فندم. انا فاكره ان حضرتك كنت بتتواصل معايا، كنت عايز تيجي تعمل عمليه على طول بدون كشف، فهل فعلا الكشف كان مهم؟ الدكتور صمم لازم في عمليه كشف الاول قبل الزراعه عشان نحدد طبعا الاجراء المناسب، وبيبتدي يطمن حضرتك اكتر. الكشف مهم جدا، لان يعني في ناس بتعمل عمليات بدون كشف، وده طبعا احيانا ما بيبقاش صح 100%. انت منورنا، واحب نشوف بس العمليه اكتر. هو كده تم عمليه الزراعه، بقالك كام يوم يا فندم؟ ده 13 يوم. 13 يوم ما شاء الله.